مصابين وكان لهم دور كبير. لو قول مثلا 21 وفي 5 مصابين دي 26، لو ضفت عليهم الثلاثه الكبار هيبقى 29. انت مطالب ان انت تمشي 9 لاعبين من اللي كان ليهم دور كبير بص في الوصول لطوكيو. كشوي غريب اذا اخذت لعيبه كبار ثلاثه. انت حضرتك رايك ايه؟ بص اللي بيحدد ده المعيار اللي يحدد اخد لعيبه ولا لا، المعيار انا رايح عايز احقق ايه، دي واحده. الثانيه هل انا محتاجهم في المراكز دي؟ يعني لو انا خدت ثلاثه ما عنديش ولا لاعب في الاولمبي يصلح انه يلعب اساسي او ما اجيب ثلاثه، لان الثلاثه اللي هيجوا يلعبوا اساسي طبعا. واذا جه ثلاثه انت بتحرم ثلاثه من عدم السفر وثلاثه اساسيين من عدم اللعب. من عدم اللعب صح، دي مشكله كبيره. ليه بقى؟ صلاح جه يبقى مين اللي هيقعد؟ عبد الرحمن مجدي. طب ما هو متالق. او طاهر مثلا، او طاهر محمد طاهر لما يرجع. اي لاعب هيجي هيحرم لعيبه ما تسافرش، وده حقها انها تسافر، ولعيبه مش هتلعب اساسي. نحل المعادله دي ازاي؟ انا هقول رايي شخصي، ما خدش حد. لو انا عندي القوام متكامل حتى لو كنت رايح تنافس على ميداليه. ما هو ده السؤال، انت رايح تنافس ولا رايح تشارك؟ رايح تنافس على ميداليه. أنا سمعت الكابتن ليها معيار. انا سمعت الكابتن شوقي بيقول هو رايح انافس على ميداليه. كويس، هل انت بقى قدراتك كتيم تؤهلك للمنافسه؟ ده سؤال لشوقي. السؤال الثاني لشوقي، هل المنافسين انت شفتهم؟ يعني لسه ما هو انت لازم تقيم المنافس. طب انا فين من المنافسين؟ منافسين مين اللي جايين يلعبوا في الاولمبياد؟ ما انا مكاني فين وسطهم؟ صح. هل هقدر انافسهم ولا لا؟ يعني انت مش بتتكلم عن نفسك بس، انت بتتكلم على منافسين. صح. منافسين في جروب وتصعد لادوار تانية، هل انت مذاكرهم؟ عارفهم كويس؟ لما فانت فين منهم؟ فانت فين منهم؟ لازم تسال نفسك السؤال لسه ده. يعني بدري عليك، يبقى بدري على السؤال ده. انما انما اذا انت يعني واعي قوي لوضعك الحقيقي، سواء انت كتيم او ان انت مذاكر المنافسين، خلاص يبقى انت بتقرر الهدف ايه. وتحقيق الهدف هو اللي يحدد اذا كنت تاخد لعيبه في مراكز يعوضوا او يقعدوا لعيبه اساسيه. خلاص ده بيبقى قرار شوي غريب. لو حضرتك شايف ان في ثلاثه، مين هم الاسماء لو حابب؟ والله ما انا ما اقدرش اقول اسماء ثلاثه، لان هيبقى على حساب ثلاثه تانيين، وده فيها احراج ليهم. ان انا بقول ان الاساسي ده مش كويس او اقل من اللي جاي. ما هو اللي جاي يعني يعتبر فريق اول برضه. ما هما انا عشان كده بقول ايه، انت عايز تحافظ على الجيل ده. خليه يلعب. ما هو المستوى هيرتفع امتى؟ مش بالمباريات المحليه بس، بالافريقيه والدوليه والاولمبيه. مظبوط. فانت لازم ترفع من مستوى اللعيبه دي، فلازم يشاركوا. يعني حتى اللعيبه اللي طلعت مثلا، يعني بلاش اقول لعيبه الاهلي علشان عبد الرحمن مجدي مثلا، مستواه يرتفع امتى؟ لما يلعب منتخب ويلعب دولي ويروح يلعب اولمبي مستواه يرتفع، انما لو بيلعب محلي بس مستواه مش هيرتفع. انت لو شفته النهارده في مباراه الاسماعيلي مثلا والاتحاد، هتحس انه لعيب عادي. وخلي بالك انت عدم مشاركه اللعيبه دي حتى محليا في انديتها هيقلل المستوى. عموما هي معادله صعبه جدا. نتمنى ان هي تعدي على خير. اخيرا يا كابتن.